إن شاء الله تعالى ما أنت هلكن وحنكو قبلنا حفلة تي أو قيمة هي قايها بدنت حفلة نقوم موسى يو قرآن كريم كا أيان هلكنكو قبلنا إن شاء الله تعالى حفلة وحفلة قلن جبنا مدرسة إمام علي بن أبي طالب وقت الله أساسي وحيه لبدكن يتوان يشنت بيش سغالات وحنو ملينا يا دفعة هذا شهادة اللسين هايو ودفعة اللحات أردد كقلن جبسي شهادة كقادتي تردو دن وحي قاريسا لحظة دفعة دود بقول لحظة يلا بأردي أي قاريان يعني. مركوا أرهن آذي يعني أولا أكسن هرمرنا أوه قرآن كريم كا يبلشدا إسلام كبا إن شاء الله تعالى وحانو رجينينا أرضي بدن أو أنت كسي بدن إن يكسو بيح دونان هدي إلى إرادو وحاكلو حصوصين مدن أرضادا كسو قلن جبسي دفعة كواد يدفعة اللواد يتيس الدحاد با إن الدنيا دا دافة هذا أي حد ارتن دمان تودا مدرسوين تحفيظ القرآن أي كهايان قارنا أيهين مدرسين أو يعني علمي آخرين أيوه مارك إن شاء الله تعالى وحن أوغو مهدنق إينا تا أيضا ربي سبحانه وتعالى كسوكو شيخ إبراهيم أيان أوغو مهد علينينا إن شاء الله تعالى أبال هكا جارو إن شاء الله تعالى هدو حربنا وقتي قبل قبل ويان شهادو ينكي أردادا إنا سينو أردادا هالكا نوفر لدا ما أنت أنكو ريجينينو شهادة تحفيظ القرآن وصدن يشان أردي ويان وكقيب مركز بقول يلحظن يلوض أردي مدرسة كقل جبسي شهادة تحفيظ القرآن كقادتي دور كاسانو إن شاء الله تعالى شهادة مركز بحينينو وحان دونا يا علماء بضن أياميش جوغان علماء دا قعنتو دا إنان بركيسانو إن شاء الله تعالى oo ardada shahaadada ayaga ay ku wareejiyaan gacankana waxaan ku wareejin doonaa insha Allah ta'ala xariiriyeena macallinka ardada magacyadooda asaga yaqaana arday waliba asaga ayaa inoogu yeeri doonaa marka insha Allah ta'ala culimada arday shanti ardayba hal sheekh baa ku wareejin doonaa shahaadadooda hadii Ilaahay yiraahdo si macna shahaadada ay u noqoto shahaada barakale ومحوة هاي إجازة ويان إجازة داس أي أنه قطو مركة إجازة بركة لأو إلما هاي أنه قدام كوة الدين تقاضي هادان الدين تسيفة فيي إن شاء الله تعالى تبرق أهان أيان علماء داس أن أغو ريجنين شهادوينك هادان قعنك وحان كو ريجن أيا معلنك بإذن الله الباري إن شاء الله تعالى وحان كده قلينا شهادة دي بحنت هذا قعن كانوا عن كوريجنا يا معلم محمد إن شاء الله أولاً حن سلام يا مرد شرفك مرحبا الله شرف وأولاً مقعي وإبراهيم عبد الشيخ حسين ومع ملاح مدرسة علي بن أبي طالب أنت أتكد مدرسة أن ما أنت وحن تاقينا هاي حفلة دي قلن جبنتي لحاد ودفع دي لحاد هاو مالينا يا أرضي ذي قلن جيبيدي أو مدرسة ذاك قلن جيبيدي تو تلاحان كوي كو أنكهري هدي لسكو دارو بغول لباتني سغال بأهاية كو أن مانت قلن جيبيين وصدون إيو اللح أرضي أو قبدي إيو ويريد اسكو جران وحي صوب برتين وحي صوب برتين ما شاء الله قرآن كريم كأه إلهي سبحانه وتعالى كلام كيس أياش حديث قاتين إيه فنونتا علم التجويد كا إيه فنونتا كتب تيرير سات أيه مغل قاضي يعني إذا كمغليسين إن شاء الله أنت عز إكسي بلنا نبرتان برجيننا
waliba galaad kale oo loo diyaariyay inaga taaba kale ku xifdiyaan ayaa u diyaartan haddii Ilaahay yiraahdo wiigan la hareen doon. Waa alxamdulillaah, intaas waa Ilaahay mahadiis. Ilaahay baa ugu mahadinaynaa awalan. Thaaniya waxaan leenahay waalidiintii iyo macalimiintii oo intaan ku rafaadeen, alxamdulillaah Ilaahay ka ajarsiyo. Waxaa kale u mahadcelinayaa marti sharafka maanta ka soo qiibashay sida shariifkan Shariif Cabdulatiif iyo sheekhen Sheekh Salaad iyo qaaraga weyn Macalin Cusmaan. Maasha Allah, dadkaas waxaa u malaynayaa shariifkan Shariif Cabdulatiif iyo macalinkan Macalin Xasan madarasadan aasaaskeeda ilaa yowmina hada xaflad kasta way taaganayeen. Aad baa ugu mahadcelinayaa. Maasha Allah, Ilaahay waxaa ka rajaynaynaa sidaan iska barwaaqo badan. Waxaa Ilaahay weydiisanaynaa in Ilaahay aruurta noo hagaajiyo. Waalidiinta waxaan leeyahay meel kasta joogaan in ilmahooda ku tarbiyeeyaan kalaamka Rabbe. Allah, waxaa ogaanaysiin Rasuulkan salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay bani'aadamka camalkiisa wuu baaba'ayaa ilaa min thalaatha saddex maahin. Saddexdii Rasuulkan calayhi salaatu wasalaam noo sheegay sadaqii jaari ah, cilmu yuntafacu bih, waladin saalix yadcuu ilaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Markaan waalidiinta waxaan leeyahay sidii carruurta Ilaahay nooga dhigo, waladka saalax ah ku dadaalneen oo ku tarbiyeen diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala, markaasa naqanayaan waladun saalixun yadcuu lah. Waxaan leeyahay intii ka soo qayb gashay iyo macalwiriyihii dhammaan, insha allahu baraka allahu fiikum. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Cabdullaahi. Waxaan ahay waalidiintii caruurtooda ay halkan ka qalinjibisay. Marka u hore waxaa mahad iskale Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo arrintan nagu dhiirigeliyey oona na baray oo maaragtay sidii caruurtaina ay u qalinjibin lahayd. Aad iyo aad arrintaas iyada u suurto geliyey ayaa marka hore mahad iskale. Waxaa kaloo mahad leh macalimiintii ku soo dadaashay caruurtaas ilaa maanta ay ka qalin jibiyaan iyo kuwa horoosii qalin jibiyayba ayaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Waxaa kaloo ugu mahadcelinayaa culimmadii aasaastay madarasadan, intana maaragtay arday ay ka qalin jibisay oo diinta Islaamka ay kor u qaadayaan. Dhammaan waan u mahadcelinayaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta. Shucuurtaan wax la soo koobi kara maaha. Shahaadadan waa tii ugu wanaagsaneed shahaada la qaato oo qof bini'aadan uu qaato, tii ugu sharaf badneed weeye. Marka intaas soo halgantay, Ilaahay waxaan aga baryayaa jannadii firdowsi ahayd inuu ka waraabiyo ayaan Ilaahay aga baryayaa. Bilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Alxamdulilaahi, Ilaahay baa mahad iskale. Allahi subxaanahu qaadirka maqaankan maanta nu joojiyey ayaa mahadla maanta iskale. Anagoo ku faraxsan ilmaha annaga maanta qur-aanka dhammeeyey qalin jebiyey, annagoo ku faraxsan, farxad aan la koobi karin oo Ilaahayna waafajiyey, annagoo ku faraxsan. Mahadla allihii macbuudkaaga iskale. Waxaa kaloo u mahadcelinaynaa waalidiintii ilmaha dhaleen iyo macalimiintii, maxaan ku yidhaahdaa ilmaha wax soo baray, iyo mashaakhiintii ka qayb qaatay, iyo ehladii maxaan ku yidhaahdaa ilmahaas ka qayb qaatay waxbarashadooda ka qayb qaatayna waan u mahadcelinaynaa darajo xasanaad Allah ka siiyo. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa daadiyaha barnaamijka, khayr Allah siiyo, wax badan buu ka qayb qaatay qaxootiga howlihiisa. Maxaa yeelay muslimiin badan oo isku baahneed buu xariiyey, asagana Ilaahay idinkiis Allah.